عندنا لعبه في لافان تاع ليميسيون وجدوا لي روحتكم باسكو لعبه ما راكمش مستعدين كاع تشوفوها. اخي ماشي حنوش هاك طوطه. لا ما كاين حنوش هاك طوطه. حنا الحيوانات ما عنديش معاهم. راح نتحكموا على حامي. ما عنديش معاهم ما عنديش معاهم. هو من يربي الفوعه. راه ما على بالي على بالي. والله يربي. واش راك تربي؟ يربي الفوعه يربي كلشي. مربي قال الحيوان بيطاري قول لها بلي بيطاري تقول حاجه انا خلع لي قال لي في لي كوليس بلي حتى القرلوت لا لا ما تكذبش على شيره هذوك شيره تامنك اخويا لا والله بصح يا رب لا نداوي الحيوانات ايه ناكلهم مربي الفعه صح مربي الفعه كاع الحيوانات صح وش هو الحيوان الغريب قال لي عندك نايس شا؟ دربان دربان دوك هي اللي يقولها في كل منطقة يقولها كاين يقولها النايس في اللغة العربية كاين يقولها الدربان كيما في الجهات تاعنا يقولها الدربان وشنو هذا؟ قط هذا شو هذا؟ لا لا شو يجي فيه الشوك قنفود ماشي قنفود لا دب نشاور وقت نشاور لا لا نروحوا دمنا مشينا خراب نروحوا الحصه تاع اليوم صبحوا بخير هذا دب ولا دب احنا هنايا سامحيني سامحيني هذا هو القيس اللي وصلنا قال لك يشوك قلت له دب دب مشوك سامحيني المهم تعرف شنو هي فاصل الحيوانات وش هو قل لي جاي فيه شوك لا قنفو ثاني مشوك شوك صغير ولا شوك كبير ايه هيا اعطينا شرح عليه حامي اعطينا شرح عليه هو راه مون ما كانش منقرض علاش يولد هو يولد انا حامي غادي الحاجه غادي نبريزونتيك فيتيرينار تداوي روح حيوانات روح تفضل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اليوم حصة ولك الحصص اليوم معنا الفيترينار الطبيب البيطري الذي يداوي كل الحيوانات وحيوان مشوفوك اللي هو دب أبار الدب زيد 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 معنا حميد البيطري زيد مقدمة في شعاية عيا يرحم بابك شنو هذا الحيوان خطرش عندي وحدة تبكي كانيشة تاعها ما قادش تولد. شينا؟ كانيشة ما قادش تولد. علاه؟ كانيشة هذيك لا راس تاعها كاين كانيش نعرفوك قدنا هاك. هذه زادت كاع ما كانش كاع هاك. غير الشعر اللي كاين قلت لها كرشها وراها. والله. رفت هذيك الكانيشة وعندها قلت لها هذه شحال عندها؟ قالت لي عندها عام ونص وباغي تولد وما قادش تولد. قلت لها شنو ندير لها؟ قالت لي حلوه قلت لك الحلوه سي ما تبقاش جاك ما يشبان وين زيد وزيد كان ماتت مسكينه وهي مسكينه ما بغاش تشور قالت لي عاود حييها لي باش تعلني باغي نحرق ها لها التصوير يا رحم بابك هذاك الحيوان برك قبل ما نرجعوا للحصه الحيوان هذاك وشنو؟ هذا الدربان نايس وكاين اللي يقول لها المشوك لا المشوك ما يقولهاش قاطي شنو هو رشيد؟ تترك على الدربان ولا الضب؟ لا الدربان الضب تاع الصحراء تاع الصحراء الدربان هذا يعيش في بيكوبورك صور زرزوميه كبيره سي سا لا الدربان هذا يقولوا دربان في زرزوميه الدربان سي با شوك سي با شوك لا سي با شوك سي عنده كي شغل طوال يطلقهم على لا لا ما يطلقهمش كاين اللي كاين يفهم بلي يطلقهم لا ما يطلقهمش لا ما يطلقهمش لا 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 اتقوا الله يا جماعه سمعت اش قلت لك تنين ديرها ديرها المهم كيف فهمنا بلي كاين حيوانات ما كاينش غير الدب في الحيوانات على بالك كاين بزاف لا سمحي لي كاين بقى كاين بيكاتشو هذه ما عندهاش مع بيكاتشو راه غير فوق المهم كيف توريه لي باسكو اليوم ما نلقاش كما نعرفش شنو هذا الحيوان